دجاجة تبيض ذهبا. لبنية أي شيء تجيسه يتحول ذهب، فأكيد يصير لها ميزة أكثر من حب الأهل لها إن الأهل يصارعون عشان يأخذونها. لأن حالة تركيا سبب رئيسي بالقفزة المادية لوالدينها، أو خلينا نقول أبوها، لأن هي عاشت مع أبوها. وأيضا هالبنت هذه ساعدت مرتبوها، مرتبوها أوكي، غناءها حلو، صوتها حلو، أو خلينا نقول أنا ما عرفت دينا إلا من حلا، فيعني حلا ساعدت العائلة كاملة، الأب ومرت الأبو. فمرت الأبو لما تيجي تقول حق الناس روحوا شوفوا حلا تركيا الحين وين عايشة، إذا خلينا واقعيين، مو فلوسك أنت يا مرت الأبو مع فلوس حلا هي اللي عيشتكم، وهالري فارش كرشة وجناحة وانتو تصرفون عليه. يمكن دجاجة تبيض ذهبا، لبنية أي شيء تجيسه يتحول ذهب، فأكيد يصير لها ميزة أكثر من حب الأهل لها إن الأهل يصارعون عشان يأخذونها. لأن حالة تركيا سبب رئيسي بالقفزة المادية لوالدينها، أو خلينا نقول أبوها، لأن هي عاشت مع أبوها. وأيضا هالبنت هذه ساعدت مرتبوها، مرتبوها أوكي، غناءها حلو، صوتها حلو، أو خلينا نقول أنا ما عرفت دينا إلا من حلا، فيعني حلا ساعدت العائلة كاملة، الأب ومرت الأبو. فمرت الأبو لما تيجي تقول حق الناس روحوا شوفوا حلا تركيا الحين وين عايشة، إذا خلينا واقعيين، مو فلوسك أنت يا مرت الأبو مع فلوس حلا هي اللي عيشتكم، وهالري فارش كرشة وجناحة وانتو تصرفون عليه. يمكن